قلوب زادها الحب نقاء، قد أتينا وبشوق للقاء، نطلب الله علوا وسنا، إننا قوم خلقنا قيمون، إننا قوم. ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، أشكر الله عز وجل على ما أنعم به علينا من النعم التي لا تعد ولا تحصى. أن أغرين إله سبحانه وتعالى أن أمهد نغينا روحانتي وحنو سوري لي كلان كان أتك أغر حسن إن أنكو كلانو روحانتي كلما بفربضا أيا لقبتا، لكن كلن كان وكلن كأو معناه وناكسن وأيو قال الله وقال الرسول بنهينا مركا أنت ماشى فردي أنا وحد نقطة قف أجر جرب صدو وأيو نبيجنا وحكسو جن إنو رهي حديث ورنا يا أبو هريرة ما جلس قوم مجلسا يذكرون الله إلا حفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. معناها أمد ميل مفرد أيضا معناها إسحسو السنية أما حسك إلهي وضو إلا وحا لعيسى إن ملائك أيها ريسى وما ركتي إلهي سبحانه وتعالى دمداف أيو ويديسى مركا أن نقلنا انت ما شاف هذه النضد اجر الجروب صدر ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق ما الحق وما ادراك ما كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية
إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية. ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. ثم الصلاة والسلام الأتمان أكملان أفضلات على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوفنا الكرام، أحييكم باسمي وباسم الطلاب والطالبات مركز البشرى للتحفيظ القرآن الكريم وحفظ المتون، بتحية من أعماق القلب أطيب شدائها مسكا وريحانا، وتحمل في طياتها حبا ووفاء، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد السلام، نحن طلاب من مركز البشرى لتحفيظ القرآن الكريم وحفظ المتون، جائزون أن يقدم إليكم أنشودة بعنوان نحييكم 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 وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم عصافير من الخلد يترد بين آليكم جوان حنا لكم سرور من نوازيكم عصافير من الخلد يترد بين آليكم جوان حنا لكم سرور من دمنا نوازيكم جوان حنا لكم سرور من دمنا زيكم نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم ألا ما أجمل الدنيا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاعت محافلنا وعم النور ناديكم ألا ما أجمل اللويا وما أحلى تلاقيكم بكم ضاعت محافلنا وعم النور ناديكم نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم فيا أهلا ويا مرحا بين آليكم بكأس الحب مطرعة وصاف الود لاصيكم فيا أهلا ويا مرحا حللتم بين آليكم بكأس الحب مطرعة وصاف الود لاصيكم بكأس الحب مطرعة وصاف الود لاصيكم نحييكم نحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نوديكم وبعد السلام، نحن الطالبات من مركز البشرى للتحفيظ القرآن الكريم وحفظ المتون، جائزات أن نقدم إليكم نشود بعنوان ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون إننا ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون إننا ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون نحن ناجحون نرد بالنبان وردنا عينون نفتدي ويني نفتدي ويني نرد بالنبان وردنا عينون نرتدي ويني نرتدي ويني ما انتهى النوح الكي نتيجة نسوقيني ناجحون ناجحون إننا ناجحون رياضيان نويلينا نور مولي نور مولي
رياضيا ناويلينا نورمودين نركي باينوي في نركي باولا هلاي ناجحون ناجحون إننا ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون إننا ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون نحن ناجحون والدك ليل نكعايا نسينينا نسينينا والدك ليل نكعايا نسينينا نسينينا نور البانو ديسينا نفتوانو هورينا ناجحون إننا ناجحون معلي منتي نادي ليسا مهدينينا مهدينينا معلي منتي نادي ليسا مهدينينا مهدينينا نعفي بينو ديغان وهوان بينو طارين ناجحون ناجحون إننا ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون إننا ناجحون 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 إننا ناجحون نسمع يا حاضرون نحن ناجحون 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 إننا ناجحون قولوا وادي رحمة القفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعدها ظن أضم للمريد في النون والتوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهيد الكمال أرجو بي أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب والأجر والقبول والثواب أحكام النون الساكنة والتوين للنون إن تسكو وللتوين أربع أحكام فقد تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم خيل خاء والثاني إدغام بستة أتات في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم إدغام فيه بغنة بيرم علمة إلا إذا كان بكلمة فلا تبقنك الدنيا ثم مصنوان تلا والثاني إضغام بغير غنى في اللام والرف مكررن والثالث الإغلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفضل من الحروف الواجب للفضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كل هذا البيت قد ضممتها سدتنا كم جاد شخص قد سما ضيبا زد في التقضى ظالمة أحكام النون والميم المشددتين وغنى ميما ثم نون شددا وسم كل حرف غنة بدا دون الله العلي الأرفق وجميع الأشياء والمفرق بالنعم الواسعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم الصلاة مع سلام دائمين على الرسول القرشي القاتم وآله وصحبه الأبرار الحيز المراتب الفخار إعلموا جئت أن أفضل المنن لا يزيل الشك عنك والدرك ويكشف الحق لذي القلوب ويسهل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جميعة المسائل الشوارد فترتخي في علم خير مرتقى وتختفي سبل الذي قد وفق وهذه قواعد نظمتها من قطب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفران والبر نيتنا شرط للسائر العمل بها الصلاح والفساد للعمل
الدين مبني على المصالح في جلبها ودرء القبائح، فإن تزاحم مصالح يقدم الأعلى من المصالح، وضد تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. قواعد الشريعة تسير في كل أمرنا أو التحصير، وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. يبدي من ناتاي أبكتي سيساي وراد وجو إساي هاي خالي باتاي هار رحمت درنتاي هاي قلل بيحكرين ها ملكا دهابا وراد وجو إساي هاذا يقولنا لو وحا إله هرتاي هاي إله ديقنتا وحا لهي لكرين هاي قلل قلين كرين يبي يقولنا لو هاوان بسناتيا هاي قي چندية مراها يهتاتقا هاستا يتحمل إبهن كسي هاي هم إي خووان إبهن يبين كري هاسكي عاشقيا هاو مال برواخا إلهي كوكي هاي الله يوكاي هاي جهنمكاي هاي مال هلاكاي هاي هل علالكاي هاي وحكستبكاي هاي الله يو كدر هاي إيقاب كدر هاي نارتي كدر هاي هنون كسرا درعي هاي. الله وبركاته. وحين سجدنا تفسير القرآن الكريم كسورة الناس. بسم الله ما جعي بينام بالله الرحمن الله نحرستن حرس جود الرحيم نحرستن حرس قارانيد. قل دنو يا الله أعوذ حمان جلا يا برب الناس دتك ربي وضع إلهي الناس دتك الله وضع ملك الناس دتك الله وضع إلهي الناس دتك بقر كوضع. من شر الوسواس كم وحوسواس شركي سان كما انقلها يا القناص قبشه بدن الذي شيطان قاصو يوسوس وسواسيو في صدور الناس ددك لابيالكودا من الجنة جن كميدا والناس ددك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حان هاي ارديات كميد ارضوا اللي قطو معتك البشرة وحانا وحير إذن كسو جيدنا يا كتابك الليل أصول الثلاث. بسم الله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ودليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي قسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. بسم الله اعلم أبو رحمك الله والله قلنا حريصته أنه حالك إنويه يجب إن واجبته علينا دشان تعلم إن أمبرنه أربع مسائل أفر مسألوت. الأولى مدكوات العلم علم غواي وهو معرفة الله الله إن أدرت دواي ومعرفة النبيه النبي جيس إن أدرت دواي ومعرفة دين الإسلام دين الإسلام كإن أدرت دواي بالأدلة الدلوين كما عوضا. الثانية مدلوات العمل به علم غوائنات كعمل فشد. الثالثة سمد السدحات الدعوة إليه الدعوة ضدك إن هذا غير تواي. الرابعة مد أفراد الصبر على الأذى فيه لبك استوك وقود حق الدين تكاسو غوائنات كسو مرتد واي. والدليل وحاد دليل وقوله تعالى الله هذا الكيس تعالى سري بسم الله مقعي بوينام كب الله الرحمن الله نحريس كون حريسته الرحيم الله نحريس كار مؤمنين تقول نحريسته. والعصر عصر كان كل دارتي إن الإنسان إنسانكم لفي قسر قصاري كسوين إلا الذين قوي ما هنه آمنوا على رمين وعملوا عمل فلين الصالحات أعماش وناسب وتواسوا اسكو دردارمين بالحق حق وتواسوا اسكو دردارمين بالصبر الصبر. المبثوث وعلي المبثوث
أخلده. تعالي. أخلده. تعالي. أخلده. شكرا. يشعرون. قولي. يشعرون. شكرا شكرا وما سنت. يقول لي عبد الوهاب. الخناس. الخناس. قولي. الخناس. الخناس. فعل. فعل. فهزم. علي. فهزم. علي. فهزم. شكرا شكرا شكرا. وتحفيد وعلمها فربك بوي وعلمها وحل قرابة آخرين أيام وهذا أكتهين أما وغاني السين علمها يلمر كل شو سيدي وراق دا عصوه مسكح ضي قلبك وغعد أو حبكو قرنين ذنبنا لهين كل لنا مركو صاكره سدح جير أفردير شنجر وقت وحبر شو قاره ووقت النبي صلى الله عليه وسلم قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه المول بقول الشو حتى هدول نتنياهو لالي أما الترام لالي وهو لالان عصو مسلمه إن الدين عند الله الإسلام أو دليله وحكال او دين مجرو المهز مركا والد كاس على الحساب تما يهودو كدغي كر نتياهو لالي لين حقو وقادة اما كريستانو كدغا تراما لالي او يمجساني كدب عبوداي او كدغا مثلا او دين لعانو كدغا بوتين هدول لو اوكالي ملاح دمان جرطو او قالة aan macna ma mithal aan soo qaadanahay haddoo waalidka dhalay ruux muslim lahayna quraanku ku bilaaba marka saad darteed xilka ma saaran kood waxa waayaba hadaa ilmo dhashe ilmaha mustaqbalkood oo u muhiimsan tahay diintiis xilka ka saaran hadaa shanjir markuu ahaa waxaad geysay iskuul dad qaar waxa ay geynayaan iskuul oo maala dad aan muslim lahayn ay leeyihiin oo laga yaabo in baabo lagu dhigaayo dad aan taareen sareen uu joogaa magaalada gaarin baa in soo joogsado cunugu uu tuuree 11 saac oo hiraabti meel ku dambeeyay war loo mahayno marka musiibooyinka marka dambe oo dhib laga eede waxa kamid ah ilmahaas yaraantoodii aan macna lagu toosinin waxbarasho diineed aan lagu toosinin tarbiyada islaam aan lagu toosinin akhlaaqda wanaagsan oo mar weynaado soo geed noqdoona iska hor imaateen oo dhaqaajin karin ayaal muslimuun doorka quraanka uu ku leeyahay ummadda islaamka waa la fadhabar waa waxa koowaad oo qofka inuu muslim yahay hataa dareensiinayo ilmaha hadda markay quraan saano kale qayb kamid ama bartaan ama xifdiyaan ama kala bar ay bartaan waxa adag oo adag oo adag oo la tijaabiye inay diimo kale aaminaan maya لأن قلبي عدا يمسكح دي عدات وحبا كقرم إسلاما كقرم قرآن كقرم صادرت هلو شيكا كلا يبربا قانا كلا ما ويأكان إنو كلا يحضو ساعدا سعرقو يري هنا حلكا كاسارا أنا مهمدو حسينين إنو باشعونو إنو بيعبو إنو لرحرتو إنو قرس يحضو وحكام مهم سنبا إنو عقيدة ديس يدينتيس لغتوسيو حتى هذول لا رافس كحرنيو ولكن قرآن كبرنا يو وحاوي وح كصوص عدا كم مهم سن لا الوامال بامل اللي جهله لكن عقيدة هذا الله وده
قطر كيني هذا على شيء أمدك لكل دب وكينا لكن معلمينتي أنا هذا حبك ما جرنا معلمين تاد ماشي الجوعان لكن معلمنا ومعلمنا بعده عيال كان ماشي مركل لك هنا ووالدك وكو آمنه حلقاب أدوك السعرية المعاشر كباق ديو جرن المماشي اسكد له يانا جرن دلال هلق جليو فربك هلو قد دلالو هدا دلال يسين دلال كسي كردية هدي بركين وحوان وحوان عسنما يقول يقول نمك يحكا بحانو والد كمركو كيانو وحكا دنبي المها وحبر الشباط يو أمان كوت يو كالعلين توت إلا كالعلين توت كوريسكوت قال ربك الله كدرنا الله إلما نبكوت نكي معلي نقدة أنا يو أدنا قد ما يكون لي معلمين مدلل رهانة أنا مو معقران هاي صار أنت في الثلاث كمل له بالله قدروف دوا على هذا مركز هو بودو وعلى أركان متك مسكين كوالا نبا إلما قار ويدي بدنيهين قار واسك خيار معلك الجلاس كان ليه وحلاه بنصاع وكلا جران هاي كان يبكى بدلنا واحد أولو هايو كمسكين كنا مالك هش مديس لسيو هذه فصل كحكاس صار ولن كلا برو مدل بقار كو كلك مايو المعشر كباق ديو جرين لأن والدك هدو ماشان كو كانو او علمي كاني او مانتا او هلكن هرقلي عشان او قادنين لباتا ايمان تلفون لغو مشغوليو جرين انت دوكسي قلت جوغو بلايا باسا قول قولي او تلفون كو جر ده علمي عشان اسو كاين ده تلفون حق لفريسوتو دوكسي لغو قبتا جر انت لسو قادي او مارد وحي عشان تقاروت كان عايز كان مشغول صندو ده وقتك هدو كم السبحة دورها لقار ولا ما وقتي اللي بحي ثالث كإلال تلفون كامركا بناك وبا حتى مركا قريقا جوبتو هداها كفيرنا كفير قدوكا كده والديني ابروح مركا ماشن كينتين وحاج عشي لو كفر حسنتي اللي حق ولادهين المي هو قرآن برانا يو هرقو الصعودو بلبا بشد لما كسيفي عن انا اركتين صحوي حق معلم كوغولا هاي وين اوجوك ستو عدنا لأن معلم كماشن صدن كبري تاجن صاكل له أرز لغيري تهين مراد لغيري تهين هو يدي صلى الله عليه وسلم حنو صوت آذين أو إلمها أقوي صدن كمال ماشن تاجن حل إسك الصار كلا علي عشر أطلقة نوت كوكين صدن كمال عشر كادر التاس على صباح وحيرة ونويشي ما أنت لجارو هذا هسوجن بقى معلق فريق مسافر أو لعقتي على كيان ولا إياه هسوجن بقى لأنه واحد حوالها بنت لها حوض عالمك لجمال يمان دو سود دلالي معلمين تاميش تولد إيه لا كدلم بي بركوت حساسة كدلم بيان أبي هو يا كدلم بيان وحسوك هيان ألك وهرد هيا معلمين والدين حاجة علم أمرك لا صدره صدح إنه عهاوي بريج وقتك لما روا كينا يان دكتور بونا أرجن أساسه بل مركي الماء الله سوى دروسه دي بيان يا بر مارد عنو قبعين أرد كارلا فلسو في جيو الماء مركا ونية جبل لنبوان معالي كان وخنحا لا والله أهرم با عنو قوم مفعلنا عندك وما فعلنا وعنو قاي والدين بلان نت كل كمسي نتبرت حتى وحا قدام بيو أما كو أدقيهو معالي كان علاقات اللي هنا أهري أو أفل عم وحالكا ساعة وشيكت عنو قوم حالك وداها وحبا سيلاني مال فلانا كين والي كان لكن على قول سوفي جن هل كان من فيسكو جرة هي سيون جوانا وحلها جر ودن كان كلمة ده مها بونو مفي عنه والدك مفي عنه معلم مفي عنه المهنة مفي عنه أنت أنا هلا قد دلاله والدك يوم معلم اسم برتان كلا ورقان تلفون كلا هاستان قب كم نزل ويرد يقول إما أتى والد يرد هذا أسكت صار يرد مالكو كبار يبهي لي شو مدو قل له إن ماش مركز ويكب حد طالقوا أيوة دم بيوم أمانك اللي جود دلاله دكسيا يفرح أن هاد هل كان أسكت جو ما عبس الآنتن هادوح يها طو حقا لبعت مجالات كجرتو أنت إنك في رأي ليه لو كلا عارض الحي مجالد وانبت 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 هل لبع كجر بعدي دم كان أنا جون أسود طقنا أسكت قوم كان لا ليه دن الآن أو صباحان أو مجال كلا دول أو مدي وطن ماركتين هرينكي حد ما لنا كودنا تدنا بوابان علمي مجالة تلفوه هدي كارتين هدي كلبا وعلى تشذي ميديو وعلى جهل مرة بدن
saldhigii dadkaas shidaalka kicin haya jokara waxa ay mukhoxaan wax la dhaho qad mukhoxaan la dhaho qaalna dheereen ka seeno nimo weynta gataan meel la fariistan waka waa qayray la dhahay oo sida arimay raacanay oo geed daaqay ma arki jirne mukhoxaan leegan jawaab ku jiro alla babine amoodi inuu sakaraad yahay oo biyo lagu firdhinay waxa lagu laaftay dadkii ka saay hadii maal babiska laga daayo wada anga haduu gumeeyaba wala cilcilinahay inta ruux afka gashanay ruux markuu ruugana asuu dhigiisa raacsa markaa waa kaa ruux oo galan galay markaan mahooxa waa loo tashaday wadankan coast noocan xeeb la dhaho waa iska soo reebe saddex dagool oo noodistan annaga u horreeya annagan culimmadii iyo hoggaankii dadka diinta waa ku tashadeen madaxdu waa loo wada sheegay mahooxa ruuxii ka shaqaysanayo ka soo bax ka soo bax ka soo bax sunad ka shaqaynaas yulleed ka shaqaynaas halaagaad ka shaqaynaas waa hadduu imaqle ruux mahooxa naftiiska ka ganacsanayo ka bax waa xalaasha ka ganacso haddii ruux mahooxa galay gurigaa ku gathaayona iska bixi khamre inuu ku gadaayo inuu mahooxa ku gadaayo waa isku mid iska bixi geed hoosood uga gubtay maalinkii 10 milyan magaaladan ka bixi oo qaad iyo mahooxa igla isku daro darooga geli waana sun dadkaan leeg dili haaso naceertayn haaso dadkalna u faa'iideyn haaso goboladan iska reebeen annagana raaci doon waa iska reebeen fikirkaas aan wada qaadanno hata waxaan dhici kara maalin masaajidka maqashiin maan banaanbaxo mahooxa la diidan yahay maanta ruuxiyuu niga harin ha laga soo qayb galo insha allahu tacaala wabillahi tawfiiq alxamdulilah ilaahay baa mahad iska leh oo fursadan qiimaha leh na siiyey horta diintan qiimaheeda intuu na garan siiyey islaam naga dhiga maxaa yeelay waa fursad aan qof la arko heli karin midda labaad haddana fursad labaad uu na siiyey oo wuxuu na garan siiyey saan ku sharfi lahayn ku qiimayni lahayn diintiisa oo asal uu ka yahay kitaabkiisa qur-aanka ah haddaan muslimiin nahay waxaa nabigeenna lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam oo la faray inuuna soo gaarsiiyo oo aan ku dhaqanno waa kitaabka alle marka sidaa awgeed haddaad qofka muslimnimo uba sheegtaba waxaa laasin ah inuu dareensan yaho qiimaha uu leeyahay kitaabkaas qur-aanka ah marka kitaabka hadduu qiimo leeyahay asaga haddii la baranin la fahmin oo lagu dhaqmin qiimihii ma soo baxay asaga qiimo uu leeyahay laakiin lagama faa'iideysanay sida awgeed marka haddaan muslimiin nahay waxaa la rabaa had iyo jeerba inaan fahamsanaano oon qiimayno qur-aankaas waxyaalaha lagu qiimaynayo qur-aanka waxaa ka mid ah munaasabadan hadda aan u joogno oo ardadeenni iyo caruurteenni aan soo dirnay inay qur-aanka bartaan yaa waxay qaar ka mid aya waxay gaareen marxala hadafkii iyo yoolkii ay wateen iyo qeyb ka mid ah yay maanta gaareen oy guteen way takharujihayaan marka faraxaas ay ku faraxsan yihiin inay gaareen martabadaas yaa la rabaa annagana annagoo ku dhiirigelinayno arrintii oo dareensiinayno qiimaha uu leeyahay kitaabkaas iyo barashadiisa in aan kala soo qayb galno oo faraxa ayaga ku jiro aan ka qayb qaadano kala qayb qaadano taas way muhiimadda horta loo joogo maanta taa marka waxay tusin haddii waalid aad tahay haddii aad tahay ma aragtaa dadka bulshada caadiga ah hataa waalid aan ka ahayn meesha haddii lagugu yeero meel dugsi qur-aan lagu baranayo ama madarasa diinta alle lagu baranayo oo laga codsado inaad kasoo qayb gasho aday faa'iido kugu jirtaa inaad kasoo qayb gasho maxaa yeelay waxaad oga soo qaybgeli qadarin aad qadarin hayso aad sharfi hayso qiimihii aada og tahay kitaabka uu leeyahay iyo waxaas diinta la baranayo iyo qur-aanka la baranayo meesha laga baranayo qiimihiisa markaad saa yeesho ilaahay baa raalligelini haddaad ilaahay raalligelisona adigana uu kaa raalli noqoni
إلهي وكارها لنقدنا وقائها إيا وحان أجي ونولنا هاي آرمنا إنا نجارنا تا داي تا تهي مهمة دا إلهي هاي أردادا إنا قرآن برنا قفك مركو مسلمي هاي كتاب كيسي واك قرآنك وماشي الدين تا أوبران لهاي وكبل الله نينا قرآن برانين دينك لما فهمي كربا دين دلوشيغا يبواعن قرآن كاس إيا تفسير كيسا حتى سنة النبي عليه الصلاة والسلام يحدثي سي فيقيا يكدي وحيكوال فرعمها عن قرآن كان سيدي اللي بفهمي لها إياي ما ركتاي وإما بين نبي قال الله الرياه لتبين للناس ما نزل إليهم ويبا نبي قال الله صلى الله عليه وسلم قرآن كان عديه أحاديثي هذا نورت حقها هزق الشبع وحكى لفيقيا نحويدا وتكد وآلوين كي إغن لغو بران لها مركا مهمة دورنا وحيكو سوريك ستاي قرآنك مركا دان سيئو فهم سنة هاي وان ماموسا ينا قرآنك قرآنك لما ماموسا وحكمت مركا عرور تاني ايو أرداد ياني ايو معلمين تاني حارنتي لغبرين اي كتابك اللي جوغان ان لقيمي ولقدري او لما ماموسا صدو شيخة او شاقي هدي ابتدي او ايغانا وين ايغانا علم بغن او ايغانا افتهنسن يا هاد الكلمة اللي يقول مري مركور على كور مري دانتا ويحقوا على ما يقفوا خصبه مرك على كل حال أرموا كذا دواجي أو أنا مهمة دلسيه أرضا مرك يريهين قلب غاضة يمسكح ضاضة وسافي مرك صلاه إن لف إذا استوحى وظهر قاله إنه نقد قرانك ويكون بربارين daqan ay ka dhiganayeen hadda waxa dambe oo ka daba iman doona kulli waa la garan waxa ka daba imanahay biology iyo chemistry iyo physics iyo waxa ka daba iman doona waxyaala kale intay ku soo galin horta wax baa si gala meshi markuu kan soo dhac markaa wuxuu iskaaga celi u haysta misal hadda hadaan misal yar siiyo aniga maadada physics aan baraa waxyaalaan baraa waxa kamid oo raxda say ku madoobato liyo qaw مركان براي ساينس كو وكقوا مركان عدي هذا امتحان أنا كم باصان واي موتاي وين أنا شيفه لكن ماشى أول متجاي ويا عدي ويا عيوب كصاع رارته خصوص الشمس يعني بيركو قليلي مركان ضد عن مارك سكتوا يعني ماشى الله به يعني مثال هذا الرعدة ضررته إذا هو مدواني سيدي يا مركان مساي ساعة وصل بحنا لوا قف أجلس عنيد إنه حلد مدواني تارخ دام فيري وعنده وصورته قال ما يروح بوقت نوع قرنا ويكو أدري ويكو أدري لكن ها هذا تي إلهي وي مركا على كل حال حقوسه ولا قفك هدي وصيح رمرو قرانك يدينته أنتوا فهمه يهدى وح الله وح كلام إما لو هو هيستوي إسكاجد دفاع إسكاجد عليه مهم ده هرت إلا فهموه قرانك مركا أساس كيو ما أنتنا هدايت خروجي هان أيها الفرصة دواوي اللي سيكو فلان أيها الله أنا فرصة اللي سيو أو بل أيسو بلدغان واحد برتين أو أي دريمان إلا قدرينها أردها صوتة تي وعي كانين لديه قليو معلمين تنفط هذا ويكو فرعين هذا ودركيسين لبدي ويلو ميشن لسو جوجي ما شاء الله ودركيسين واحد سميين ولون مد إفرح قليسة وحاوة شيخة مركو الخناس شتك كتك يركي التبت الأغر وآخرية ونصحنا لا والله يركع كخس إحنا مركع هاره شيخنا على جايرو كسيه لبا وايد عقرب تيجي الواحد وخرس المول له لكن ما عرف فرح يركع شيء واحد لاخر وآخر يا سجى وروح جرينا يمو آخرنا إيش اللي صارنا واحد إيش اللي يحصلنا زي صار وآخرية أرينا تيجي فرح سايح مركع عنصو ولا هلود ده يا لو أردن مركع سو شيخ الشجع دتك أي حلك صارن تهي مركع تعلين لبراني ويبنيه قفل أركو كالين يدور أيوليها إنه كعياره أرضي كالين بولي معلن كالين بولي والد كالين بولي بلشوين تنا كالين بيلاه هاي هدي أنت إسكاشان أو قفل أركو الدور كيس وكسبه هدي وحي لوج والجاري هدفك أرضينا وحين قنا ينضد وحبرتين وكفى إذن معلمين تمرك وحنكون بورني نائجنا هنا يكده ذالان أرضاسي أو واحد barashada ay ku dadaalaan weegi hore waxaala waxa jirta xog aan la saari jirin markii quraanka la baranay tajwiidka kamid aha khadkana kamid aha hada la barto xog la saaro
وانا وحياله مهم كها هذا واحد أركي أنا واحد أقول القرآن وان حفظي وبوي حتى طلع آيات ويرسى مقرى كرا حتى مقرى كرا صح ده مقرى كتاب هذا لكن الحمد لله واحد مدبريها إني أرد اللي جبه حب على سارة خطك إيوه هنجادة إني أرد يجا وسقص وأصو يربع واحد معايا القرآن كان مفهمي كرده ده هنجادة قرنين أنا جبري جهر الله عنك صبرنا هنجادة إسكسو يجرني هنجادة إسكسو يجرني مركا كنت بروح على اللي برنجري هذا مركا هذا يجي وحرا تحفيزيها بلاين بواجي هرا هنجادة حوص الله يرضي حفظي يا حوق الله سارة لكن هذا عندنا جلاشن وحاسوكعي هنجاد حوق الله سارة ويا خد وحكسي درم بخد كهاد أنا وأشياء خد يسي هري وقرني أنا يا ولدي هري خد ما قرني تي الله عنك صبر نعسان الله قبنا هبك الله قبنا أنت وايد أركته ولسكو شو جيدين جري سخالة واحد مرك من درسيت أن أنا قلت توسي أو سيدنا وقبو سيدنا أو قوانين هل لكن أرضا معرفة مراكز ده وحلو قبر تفسيدي خد كله برا ما أمين كرتين أنا وقت بشي مرك أركته خد كو قري والله يا هذا مرك حوك الله سارة وأرن مهمة هدي مرك تاع أنك قدبه والدك أشجعنا وحال الروا إن ما أركته أرضا وأدلاله وصاد يارني صلاة وقت في عنا وكونه أشجعنا نضاف سن أرضا يسأورة هذا معلن زور استاجي سوق عرره ونكو كره هي سني أرضي جوان لسوي حاجة جيو مركو صهر في سنة معلنك لوسو عليك أقدر ولمن عفي ما تكيس أنا وكجر معلنك أنا وين وما أركتاي مركو أرضي كوسود وجعله إنه وحبره لكن الدور كو أرضي صوراي معلنك وكفو جاني مرة وينو كوسود وهذا مرك فائدة كم جرتو هلود ذالو أرضاس وحاك لو ماشى كجرتا هذا قرانك إن حوج الله صاره وقت وحان قلني شيء ليه هذا موبايل أقولك قفصه وقتي وكعون المها هذا دتك واحد هو عشان أو هذا مديها للتعين هاي أو مغادراتك الله هو عشان وموبايل كان واحد اللي أركي هاي واحد كسابسنا أقولوجي هاي هذي لكن عنوجي وكم مشغول قرآن يدين برشئي أخلاق في عنو يالني أخلاقتي وحي كدفاعي موجودها فرحة بدن أو كسر الدعاية المرك أو شركة وكم حسني ee marka quraanka aasaas u noqdo hal barto hal ugu dadaalo ninka quraanka fahmo horta waa macnaha maamadi ma aragtay usul 3 sheegaysay ya maraxish yar in 4 tii ba sheegtay qofka horta ilaahay ma rumayn karo asa wax baranin tacliina u horeysa marka wax barto ilaahay rumayni iyo rasuulkiisa iyo diinta markaas uu baran karaa barashada kadib yaa dhaqanka iimaane markaas ku amal fali kara barashan deeka bilaabaneysa marka quraanka ama quraan baran diin aan baran ma jirta ma la dhici karto hadii qofkii uu ku dhaqmo asaga eegan way anfacday dadka kale way inuu gaarsiyo dadka kale haduu gaarsiyo dhibaato weyn far badan marka ka soo gaari way inuu ku sabo waaqimaysa marka afarta marxalada saas ay ku dhamaanayaan marka aniga waxaan rabaa inaan soo gaabiyo ma sii dheereynay waxaan ma aragtaan rabaa dadka inaan taabsiyo muhiimada yaa la yareysanin arintan aan maamusno quraanka iyo ehelkiisa annaga na ilaahi baan naga raali noqonay oo billahi tawfiq sallallahu alayhi wa sallam ilaahi wa mahad iskale allee nagu kulmiyay markii skan deeniga ah annago caafimaad qabno arfana ay marayso labo allah saxnu mahad celinayna waxaan kala mahad celinayna ardayda maanta faran barka ka qalin jibinayaan gabdhaha iyo maamooyinka khayrka badan علماء الدين كمشن صاح عذيران شعبد الرحمن شكول يا شيخ محمود أي أقولي سيهين يا علماء ذكر دمان أو مشن لوس وكوبي كريم حفيز كا MP لما قال هذا توشيب عن كسر هذا شيخ يدريس شعبد الرشيد نوي معذن بل هذا هرتادي وحين جاء عصر المركز كان إنه MP جاء معه وني إيمان ربيه وكم ارتقابنا إنه ماشني ما ذا ما أنتوا فرحدنا لنا كيف صار يورالي يبركو أها حتى سكورتيز جواريديز وصاد راي مجاله دي جوجان إلى أسي عشقة قبضتاي مركو صاد بحلها شقة ضروري أهلا قبضتاي سادرت بقول مجالي سيدي بمركا إيسو وكل شيء إن علماء دي مركز البشرة لقى أهان كريم وأنو تجنو قيم مكان نقوله. horta intiga marka koowaad waa nin wadaad ah
waxaan ugu horeeyay wasiirka difaaca oo nin diinta iyo dacwada aad uga shaqeeya ah. Asagana waa nin bicmishdar buu ahaa ilaa dacwada iyo diinta iyo madrasooyin badan buu maalgelin jiray. Haddana diinta iyo maraakiista aad buu u jecel yahay. Maraakiis fara badan baana tagnay ilaa soon Shacbaan, tiina ugu dambeysay wiiga hadda magaalada ugu dambeysa waxaan joognay markiis ku yaalo buulo hodan yaan joognay oo madaaris oo sidan oo kale oo qalinjibinna oo laga qalinjibinayo buu joogay Nairobi diyaarad uga soo raacay inuu dacwada uu garab istaago. Waxa weeyaan inaan asaga bay noloshadiisa ugu jirtaa dacwada waad arkteen aada barabashay geysay markuu baarlamaan soo bilaabay, waxaanu madaraso aad aragteen oo dhan asagaa bilaabay culimada garab uu noqday heerka maanta ee joogta uu soo gaaray oo haddana MP-gan la wareegay asagana annagana meeshii uu MP-ga hor u kaga tagay uu kasii qaaday MP-ga hadda ku jirana. Saa darteed horta maamooyinka iyo ardayda dhammaan hal shay buu naga codsaday. Hadda wuu dhegaysanaya culimada markay hadlayeen oo dhan telefoonkay ugu furnaa, ilmaha markay wax akhrinaya wuu dhegaysanaya uu maqlaayay. Waa telefoonkiisan wacay anaa dhegaysiinaya telefoonka miiskan saaray wuxuu socdo dhan uu nila socday. Hasha fariinta ah ee waalidiinta inuu gabdhaha khayr Allah siiyay dacwada baryaan aad bay ugu fiican yihiin, dacwada gabdhaha aad bay ugu fiican yihiin khayr Allah na siiyo. Wuxuu iga codsaday war caruurta waxa weeyaan cilmiga ha la baro, waa wax hadda soo bandhigeen waa war diinta iyo cilmiga ha la baro. Ilmaha marka aad wax barto bay ku anfacayaan, halka shay ee dhaxal aad ilmaha uga tegi karno waxa weeye inaan cilmi barno, inaan wax barno. Culimada hadii iga horeysaa wada dhameeyeenba shakuul unoo sii deeya waa meel dhanna wuxuu weyn Kenya muzima oo waxa weeye hadda maba soo istaagan asaan kusoo wareejin lahayn hadduu imaanaa. Waaba farsamada wax walba ayuu shay ugu takhasusin male, ilmaha inta kasii baxaan buu sii tababaraa naftiisa. Marka horta awlaada haddaa wax barto gabdhaha iyo wiilasha waxa kelixee dhaxalay uga tegi karta guri ma aha dhul ma aho, waa cilmi ayaga hadhow is anfacayaan. Waad aragteene dadka cilmiga islaamiga diinta soo barta hadda wiilasha yaryarka culimada sheekh Idris iyo raggaa yaryarka dhalinyarada waxaan ayaga soo saareen ragga ayaga lamid ahaa isguul kow looga soo bilaabay aan qur-aan la geynin isguul loo soo akhriyay boarding kusoo jiray kudda xafiiska hadda xafiiska ay wada xafiiskan ay wada joogaano shaqeyn raadinayaan oo degree masters haystaan suuratul faatixana ma sixi karaan waxaadi qur-aankii iyo diinta kale may soo baranay. Wiilkana markuu qur-aanka hadda wiilasha yaryaraa ee musxabi halka taagnaayeen hadda dhowey aroosanaa kullu ma sii fogabo hadda waa waxaa ma dhinnabo meeshuu ku gaara 18-19 asagaa macalim ah oo dadka wax bari doonaa hadduu ilaahay subxaana wa tacaala uu ka raali noqdo. Marka ilmaha inay wax bartaan waa calal waajib waay. Midda kale qofka markii aad adduunka aad ka tagto oo aad dhimato oo adduunkan aad lagaa oofsado waxa ugu koowaad saddex shay un baa kugu soo haray: cilmigii ilaahay oo intaad baratay oo ku camal fashay oo aad meesha la tagto, sadaqad jaariyo adduunkii intaad joogta aad la baxday, iyo cilmihii oo wax aad barto oo wanaagsan oo wadaade ah sidii Sheekh Cabdiraxmaan Shakuul iyo culimmadan Idris iyo raggan meesha fadhiya ah oo culimo ah wadaade ah gabdhihii oo culimo ah oo aad kaga tagta adduunyada wax tari. Cilmigii waad baratay oo ku camal fashay waa kow, sadaqa jaariya la baxday waa labo, cilmihii oo aad diinta bartay oo waxa weeyaan ilwalad wanaagsan ah inaa qofka hadduu diin yaqaano oo qof muslim uu yahay diinta Ilaahay uu barto cilmi uu yaqaano waa nin qof waa gabar nuurayso macalin kale uma baahno, wiilkana waa sidaasoo kale. Marka cilmi lagu dadaala. Midda kale oo fariinta ayadana waxa weeye ilmaha markay hataa wax bartaan oo cilmiga bogaan oo iskuulladana ku darsadaan waxaa fiican ayadana inay gacanta farsamada ay bartaan, kolejiyada gaaris wada joogaan wax walba laga baran karaa. Waxaan un shaqo dowlad iyo xafiis in la fariisto la raadinayo ma aho, waxaa la rabaa inay farsamooyinka haddaad aad barato waxaad tegi kartaa waxa weeye Qatar oo kale, Imaaraadka Carabta, Sacuudiya, aad shaqo laga helaa dhalinyaro badan. Kana la siiyo culimadeenni magaalada aimada waxay sameeyeen iyagoo MP-ga la tashadeen iyo waxay keeneen KMTC-ga Gaaris ku yaalay Naaska
waxay keeneen luqa carabiga in la baro ilma gabdhaha meesha ka dhigtaan iyo wiilasha ka dhigtaan luqa carabiga in la baro oo luqa carabiga maxaa loo bari inay dhaqaatiir inaas ka noqdaan wadamadan carabta yaa u baahan wadamada carabta waxay dalbanayaan shaqaala dadkana luqadii ma ka saayaan marka waxaa loo geeyay luqa carabiga laga baraa hadda KMTC ga Garissa ku yaala waa hasha meesha hadda luqa carabiga laga baro marka KMTC la yiraahdo waa dhaqaatiirti oo ayagu waa luqa carabiga qaanay gabadhii ka xikalkaalay ka noqon adduunka kale aadi oo shaqay ka raasan wiilkina sidaas oo kale farsamada kale gacanta hadaad baratana waxyaalo fara badan hoteelaha gawaarida si loo hagaajiyo satiib marka wax walba dhan hadaad baratana waxa weeye ayagana shaqaad heli ilaa haddii un aad rabto xafiis inaad fariisato ma helaysid xafiis waad ku rafaadi waad ku mashquuli israaqada ilaahay farsamadaada gacanta xalaashay kugu jirtaa marka waxaan iga cosan waqtiga gaabane waxaan leeyahay MP-ga salaanta ka gudoona madrasadan waxay noo keensadeen wadaadada codsi kulli inta gamashaacin doono kaalmaan siinaynaa insha allahu tacaala taariikh 14 buu imaan doonaa MP-ga hadduu ilaahay raalli ka noqdo way kulmi doonaan labadoodii asagana wuxuu yidhi wixii aan tabar ii diidin baan ku bixin markiiskan waa u diyaar waa laga aqbalay ayagana way aqbaleen wixii kaloo kaalma oo kaloo tabar aan la garab istaagi karnana waa la garab istaageynaa waxay naga codsadeen hool ilmaha ay wax ku bartaan oo in loola dhiso wax lagala qabto waxaan ku dhahnay hal fariin baa farnay sheekh idris wuu maqlayaa waxaan halka erayaa amarna waxay ahayd waa inay gabdhaha imaamooyinka meesha dhigtaan iyo wiilasha odayaasha horta aa isku tashatiib isku tashada naftiina is dhexmara wax kor u soo yarqaada waxaa dhahdeen intan baan heesanaa nafteeda meesha ku fiicanta waa wax aad iyo aad u haboon nafti isgeliyaan ku dhacnay wuu fadhiyaa arrintaas asaga waxaa laga rabaa waalidiinta intii iyo maamooyinka iyo gabdhaha haddaad inaga dhaqaaqdaan ragga kalena way soconayaan nimanka kale siyaasiyiintana waxbay naga aqbalayaan oo horey bay u soconayaan marka waxaan leeyahay markiiskan diyaar buu leeyahay ayagu u yeeri doonaa hadduu ilaahay raalli ka noqdo markii uu imaado uu u ballansan yahay waxa weeye kaalmuu siin markiiskan waxa weeyaan saas u ballan qaaday hadda oona diyaar ah annagana waan igarab taagannahay caruurta gabdhi yaryaraa qaadayeen suudaanta kala duwan waa mahadsan tihiin waxaan leenahay soo kora dhammaantiin gabdhaha yaryarka ee farbarka boween iyo wiilashaba maamooyinka sidaasoo kale waxaan dhegaysiinayay maamada markay tafsiirka maamooyinka ay akhrinayeen marka waxa weeye asagana aad buu u jecel yahay gabdhaha inay wax bartaan marka khayr allah na siiyo meeshana waan imaanaynaa xalfad kalo wadaadada naga diideed ma ogiye dib baan u dhigi rabnay saa darteed maa marka yaanaan xalfadiina iska qabsada annagana tu gooni aan igu imaanaynaa maraakiista magaalada oo dhanna sidan baan u wada tagnaa asaga rag ka shaqeeya uu leeyahay waan garab baan siinaynaa dacwada iyo diinta sidaasaa ogaanaysiin gabdhahanadi khayr baan igu ogyahay boqolkiiba boqol waa mahadsan tihiin midda uu sheegay sheekh maxamuud oo dhinaca maqooqaha gobolkan governorka iyo senatorka gabadha meesha laga soo doortay MP-yaasha Garissa County dhammaan iyo culimada magaalada iyo qolada securityga Garissa MP-ga asaga diyaar waa inuu marti qaadado shaqada sheekh maxamuud uu sheegay baa socotaa baalka sun waaya midiyaha way fara bateen gabdhihii waa hala yar oo ambooga ay ka gadatay la arkaa agoonle inay tahay midi giirka ka saari halii ay wadatay boorsadii baa ka dafi waxa keenana waa maqooqo waa runtiis wax shaki ku jiro ma aho taas asagaaba qalqaalinaya hadda asagaaba hogaamiye u ah inay shaqada wax laga qabto marka taasina ogaada waxaan rabnaa mididan iyo joqoraagan ilmahan sarqaansan iyo maqooqahan oo dhan bin laisla waaya Garissa oo shaqo ay ka qabtaan culimada iyo gabdhaha culimada ah iyo madaxda marka madaxda oo dhan iyo security iyo culimada way wada fariisanayaan kolle insha allah kolle waad maqli doontiin marka intaasaan kaga bixi wabilahi tawfiiq alxamdulilah rabbi subxaanahu watacaala baa mahadsan rabbiga noo suurtageliyey barnaamijkan aadka u khayrka badan aadkana u qiimiga badan bacda alxamdulilahi subxaanahu watacaala waxaan u mahadnaqayaa culimadeeda qiimaha badan ee wanaagga badan waana ka cudur daaranayaa ayagoo hadla gadaashooda inaan hadlo sheekh cabdiraxmaan iyo sheekh maxamuud aad baan idinkaaga raali gelin sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa waalidiinta iyo ardayda iyo dhammaan marti sharafa kala duwan si gaar ahaaneed waxaan u mahadnaqaynaa sheekh cabdiraxmaan oo ah nin dacwi ah ilaahay khayr ha siiyo
كشقينا يا رمها دعويك كتا كلينا يا رب سبحانه وتعالى وحين كبرنا إن عمي جيسو ديريو انت كدب حومل وحوانا يا وعدي يا هذا اللهورا لو دم يعلم ذين وانا قبضا نور دم يسا وحندوني يا كلية مدام اللي يقول شرفي المدير محد من غزة من غزة انا اويا هاي محد كيالو عزقرو اكتيسا كو وحان همباليو يبغادين ان ادرى يا ارضادا وانا قبضا يوم علميتي كسو دذالي صدوك الوالدينتي سو ساري ارضادا ما انتحال كان بردقو ذا انكو اركيني وحي موقاتا ارضادا مركان فيرينو انا يهين داد وقت لقلية داد دذال لقلية داد جهد لقلية مركان وحان لين هاي والدينتا يوم علميتا سوحان ذيكو دردار ميامي دكواد ان دذالكا اسيلا واللافتان دذلك أسين زيادة سان أتقصي درتان رب سبحانه وتعالى نهى إذا لقرب قفتو سدوا كله وحن سجارة عندن عن دون يان أبوهم بليهو أرضا كتخرج سفر بركة أو كم إذا رجي هذا مشان أسوء استعجية المصعب يا عبد الوهاب أي كمديهن أتبرنتي أنا ذيكو مع النقيا مبروك ألف مبروك وأنا ذيكوهم بلين إن أدلال بحسن بإذنك بإذنك موقتة إذنك يا معلمينتين يا والدينتين نبا وحن ذين لا يهي هروس يصعدة دذلك سيلا واللابا وحن رجينا يا هدي إلهي أو إدمو حفلة بأن إيمان أيوه أما حفلة أن حفلة ذلك الهدي إلهي إدمو إن أن إيمان هدي إلهي إدمو هل كانوا عرور أي كتخرجيزو او اي كا قادن ايان شهادة ختم القرآن وايدي كل رجلين ايان برنامج كاسيقا وحادة عذا او ان دون ايان سيقار احنا ايان او بيقصدو والدين تا انت بادن عيالك مركا اوهر اي كود دالان كود دالان ميلها دنب وحا ايماتا مشكلة ده ان والدك او كا عجيسو عرورتي عرورتا ايان لقا عجيسين قرآن كا ديولا ميوه معاهيدة كالد دوان او كاميدة ابن غزة هلاكينو هلوو دالو ان دين تي اي سي برطان هدي قرآن كا دمين دمتينا وندي مع النقيا ما دام لي يري وحو سدو كلي ان وهي عتب كترسن منظمه الهدايه الاسلاميه ما دون اين انا الهدايه هلكن اكو غلو ما دام جيمن كدي او فديو الشيخ محمد موليد او كميدا جيمن كي الهدايه سدو كلي كميدا رغ دعاده دليردا ان رجينا بإذن الله الباري إن أنا بدران علماء هذا جوكتو مركم دونا إن أنا عند حقنا الهداية يقرم هذه وحنود إن يا شيخ محمد موليد حقول شيخ محمد فلا تفضل مشكور ومأجورا صلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وهرين رب سبحانه وتعالى أيام هذا سكله إن أصور الجليه إن إنه كسوق قلنا مجلس كان خيرية قيمها بدن الأمة موسى كتاب رب سبحانه وتعالى تاسي وحينوته هاي فرصة هي تشانس عن رب سبحانه وتعالى عن كلامه النقينه صدق عن كلامه النقينه معمول كمركز ك معلمين تا يا والدين تا يا أردلا قيمها بدن هل كان إني إنه وسوع زمان أيهنا إنه وشرف أيهنا ألبان أو مهنقينا أنت كده بيو الأحبة وحواني وعدي علماء قالتي أني ما دام أنا هاي نهجمية أرور دائرة وحربا إن كلمي دايو بلطو دائرة يوم bulshada kaalinta ay u jiraan iyo waxa laga doonayo runtii maanta bulshadeena waxyaabaha ay kaliidato waxa kamida in daayirtii kaalinteedii ay si toos ah ay u muuqato waana ogtihiin taariikhda dunida marka dib loo eego dadka isbeddel sameeya waa daayir dadka bulshooyinka horumariya waa daayir dadka hadii bulshooyin caab ama dib u dhac lagu tilmaamayo dadka inta badan ay ka timaado waa daayirta marka intan gelin laakiin waxaan rabaa inaan u mahadnaqo markale aan u hanbaliyeeyo markaska al-bushra aan maanta martu nahay maamulka iyo macallimiinta ardayda intaba si gaar ah ardayda yar yar ee qiimaha badan ee maanta takhrujka loo sameeyno aynu farxadooda maanta aynu markhaati ka nahay waxaan leeyahay dhamaantiin waad guuleysateen horay u socda dadaalka halka aad ka wadaana si wada oo ha ka cajisina
دردار يرو والدين ترى نسيو ورهان والدين تا هوجين كا انت بدن تن يوم رمضان كده ودم بي ملاها إلى تدو قب وحبر الشو انت بدن القرآن كله برنا من كقيم جلي والدين تجوعي فديوان هوجين أبوينا تقول تواير تدات ورتنا وهل يلا وما صدح وحان شن قارين أما واحد غير بلارن قاسين بدن وان شو بلهلا بارض بحو صوبه ما دام أرجع أنا أرجعني وحب الأصابة هلا بارو بهلا سوء هذا مرك هوي إنك وحليه ما أنت مسؤولية أنتها لوالد تربية أهيت أهل عقل علن حنانة أهيت رنتي دورك هو ما أنت هوي أسكنه الما هاي ريا وحلا بريا هلك على جوهايو لبدي وقال هذا وذا نوليهين قفك سدا أو بدن أقوار هاي وهايو أيضا إلهي سبحانه وتعالى نحرز جونيا وكو أبو رهيد مركو عليه هو ينكو المها السئلة يواناك سنادان وبرري مستقبل إفايا أي كو يشان دوني ذا كوركين يدار الدمب آخرة إذنك كمسؤولة هو يو مدام مسؤوليد السوق يسوم مسؤوليد وين أيته نوبا هنيا إنا يصوصار تقف بلا آدن وحتر له غارهان مسلم ودين تيسا أنك قرقرتمين وحلو باي هويو سي اي او وجهدو مسؤوليدا ويني اني نقطو هويو ديارسن هويو ديارسن وحان كودا شقادا سوغيس حرفدي اقونتين هويو او ديارسن اني نقطا لو باهين انت بدن والدينتا وحيابا مشكلتو او كايستا وحا كميدا اقونتي دينيده تربيه المها تلميسا اد او ير ساسا ماركا والدكو وحو كوينيا مسؤوليدا هيت انو كسو بوخو تربية عنوجا. مركو حلاه هواية وح برتاع عنوجا إذا توسين كرت. هواية وح برتاع عنوجا إذا أخلاق ويلي كرت. هواية أخلاق لا عنوج نال إنه صار كرت بري. مركو حلاه هواية وربا وح برتو فرحة كعض. وهواية وح برتين أي علم ولا أحسن صار كرت. أيها الأحبة سوكا وحنومها نقيا ولكن شيخ إدريس. أو نائب رئيس الدعوة مالك حاجة قروب كالاقها الله يورنتي نيو ونأكسره أي نؤاد أوضا شقينا عنين في الفرعون أو حتى وحيابها عن عنيق آد أو أمان وحاكم إذا وحان لها آقين المارك تي وابري وانين كسوكر لي هرمر عن إساق اللغوهرين أما نين دائر وإساق اللغوهرين وسنجرين حقا مغالاها مالك آدد وحياركسا وحيابة تربضان أقوان تربضان وحقا ننكمقان إناد كاركيسو سيدا قبلها ونكسر إنه سكرية إن أن توبرنه أو قاب نفسي لا توبر قبلها أو لا توبره ينمو لا توبره مسؤولدة يعني السوق يسأل وجهده إن لا توبره لكن أنا أجن أذبي أي أقوم قنته لكن شيخ الدريس هذا أرجع وسكرني وحرجيني أنك كريم باهدا سينجا إنجا أودو إنه نقند إلى إذنك هذا وحيش شيء دفعي أقول رسائل وقبتي قبل واحد